Pero rekhrawa UPP ya Itali seredana. Rezgala nishker ku avajara seya abrekhrawa Itali khalk kine ezidi tinta la nishanurani abmarama kokrna chan pezanina nisar ezidia taybad ab khalkneji khalket dawru bare musilan ata ezki وندت شرقات وان وأفخل كا جلك دوري إزديايا جلك بيزانينت شاش السر إزديا هبون جلك تشتي ناي درست السر إزديا بداري كربون يرو بشتي عطينا لالشي وبشتي قريانا كدريش دين دروي لالشي دا قاشتنا وين راستيه إزدي أو أولا كبنارا يا كوبري چند هزار سالا خده ناسي و خلقك هاول داي و اوجي خده بناسن و ريا خده بچن مات ويسر داني دا بوان ديار كر و ازدي دجيانا خودا توشي هفتو چار فرمانا سرکی بوينة و او فرمانا بوينة اگري بقطان دنا وان بلا بونا وان جدا بونا وان ايروكا بلاغ بين الناس ومو جيهاني دا ياديجي مبوان ديار كر كو ايزي دي افولا كبنار يكسر ديك الخدينة وخدينة سيه وچو جارة اشريا خدي در نقفتينا لو ما طائروكا خدي بوان چو نبي بري نكرينا ما طائرو جيمان بي نبي دي جيانا خدا وهل حتانو قجي هر سر بيركا خدي وخدينة سيه ماينا والدمايكا ويسر داني شاندي نابري قلب في السيار كرن ما بتريا وان السيارة جوابت وان داني وجوابت درست يتكو وان زاني او ازيدياتيا خلقك بوان بحثي قريب ناب درستي ايرو كبنترين قولت ناف هم قاري بيجين وجلاتا نافين دا كبنترين قولها تا ايرو جمايا السر وان ريو رسما او ريو رسمت و ايرو تينا جيران اللارشا نوراني قلقت كفنارن او جيران وان ريو رسما ديارت كتن كفناتيا ايزي دياتي كفناتيا اللارشا نوراني وكاتكو هتا ايرو ايزي ديايا قاليا وان وي فلسفي وان ريو رسمت يتكفنار باريزن لو ما ايرو جي اگه تو بیا برای خوب دل آرش نورانی روزا یازدهی ماه ده هر سال از دیگاه که دکان خیر با خوده کود دمایکا ورزه پایزیا و دستپیکا ورزه زمستانیا دخوازش خوده دکان و سال کب بفرو باران بدن سال کب باران بدن کود دستپیکا ورزه چندینیا دا خوازش خوده دکن الحمود برا خیر و برکت بکفت عردی الديانة الازيدية ديانة قديمة يعود تاريخها الى اكثر من 7000 سنة كانوا ولا زالوا الازيدية يحصلوا ضوار طبيعية الشمس القمر النجوم البراكين، الزلازل، العواصف كل الظواهر الطبيعية بنوا لكل ظاهرة معبد كانوا اليزيدية يؤدون مراسيمهم الدينية بالقرب أو في مع أو في نفس المكان اللي كان فيه معبد لظاهرة طبيعية في فلسفة اليزيدية نور الشمس ونور الله في فلسفة اليزيدية نور الشمس هو نور الله ولهذا في دعائهم في دعواتهم في صلواتهم يتوجهون إلى نور الشمس ويقولون يا الله احفظ كل الناس يا الله أعطي الخير لكل الناس يا الله حقق أمنية كل الناس ثم دي لفترة طويلة استمر هاي النظرة أو هاي الفلسفة إلى أن توصلوا إلى نتيجة قالوا
من هو اللي يدور او اللي يكون قوه يدير كل هاي البوارة الطبيعيه؟ قالوا هو الله. سموه في لغه اليزيديه او اللغه الكرديه خدا. خدا معناه هو اللي اعطى نفسه. خدا هو اللي خلق نفسه. فقالوا كل هاي البوارة الطبيعيه هي عباره عن قوه، هي عباره عن قوه تدار من قبل اكبر قوه هي قوه الله. خدا. نور الشمس في فلسفة اليزيدية هو نور الله، ولهذا حتى هاي القوة بتشوفوها أنتم هي عبارة عن صورة للشمس من الأعلى. الكرة فوق ترمز للشمس، وهاي أشعة الشمس النازلة تصير على شكل قرص على الجهات الأربعة. اليزيدية ثلاث طبقات دينية: الشيخ، البير، المريد. الطبقات الدينية طبقات اجتماعية وطبقات دينية في نفس الوقت. لكل مريد تقريبا نسبة المريدين ما يقارب 70%، الشيوخ تقريبا 15%، والبير تقريبا 15%. كل مريد عنده شيخ وبير، كل بير عنده شيخ وبير، كل شيخ عنده شيخ وبير. لهذا الطبقة تتزوج فيما بينها حصرا، يحرم الزواج بين طبقة وطبقة. ثلاثة طبقة. كل طبقة خاصة بنفسها. هي بصراحة معادلة صعبة، يعني ما أدري الوقت حتى تفسر شلون يكون. مثلا أنا مريت مراسيم وفاتي راح تكون يحضر واحد من الشيوخ واحدة من البير، هذول عائلتي تابعين لهم. يعني ما يقارب خلينا نقول كمثلا 500 عائلة مرتبطة بشيخ عائلة من الشيوخ وعائلة من البير. في نفس الوقت 100 عائلة من البير مرتبطة بعائلة من الشيوخ وعائلة من البير. في نفس الوقت عائلة من الشيوخ 500 عائلة من الشيوخ مرتبطة بعائلة من الشيوخ ومن البير. يعني شيخ هذا المكان خاص لباب الشيخ، باب الشيخ اليزيدية بالأعياد والمراسم، ومن يجي يقعد هذا المكان المجلس ماله يقعدون بهذا المكان. هذول اللي يقومون بأداء المراسم الدينية بالأعياد والمناسبات، باب الشيخ ومجموعة من رجال الدين هذول متابعين لباب الشيخ. انت لازم يصير تنسيق بينك وبين الفيديو، اذا انت كل فيديو لازم تنسيق بينك. ايه بس ياخذ الحرام يلا طلاب شباب، هاي الظواهر الطبيعية اللي حكينا عليها موجودة على باب المرقد: الشمس، القمر، النجوم، واللي
والبقية الباقية الموجودة عن تابعة لعيد رأس السنة اليزيدية، شقائق النعمان، الورود، وهذا التراب جايبينه قبل هاي تابعة لرأس السنة اليزيدية. العتبة، العتبة اللي تجاوزها، احنا العتبة اللي تجاوزها بالدخول والخروج. بس بس وياي يعني وياي العتبة، العتبة اللي تجاوزها بالدخول والخروج. ليكون في فلسفتنا في كل بيت حسب فلسفتنا أفضل أحد الملائكة، أحد الملائكة يحرس البيت. حتى إذا احنا نجي على بيوتكم هم نحترم حرمة البيت. في فلسفتنا نقول أفضل أحد الملائكة في داخل البيت. يلا ما دير بالك كله ما يلا انا راح اسير وراك سوق معناه هنا السوق، سوق المعرفة، المعرفة ترمي إلى الروح. في فلسفتنا كل إنسان يزيدي من يتوفى روحه تجي لهذا المكان. ليس مو سوق، لأن في كل سوق أكو ميزان، هنا يسموه ميزان الحق، يخلون روحه بالميزان يشوفون حسناته من سيئات مالته. إذا كان زين روحه ترجع للحياة يعيش حياة حلوة، والعكس صحيح حسب الفلسفة. فلسفة هاي موجودة عندنا. هذا المكان يسموه مكان كانيس في العين البيضاء، مكان تعميد الأطفال اليزيدية كلهم لازم يتعمدون مرة في حياتهم. تعميد يكون سادنة المعبد موجودة تأخذ المي ثلاث مرات وترش على وجه الطفل أو الطفلة وتطلب من رب العالمين يكون زين، صحته زينه، بعيد عن مشاكل، متوفق في حياته. عائلة الطفل يقومون بنزل التكليف على الموجودين. فقط الناجيات والناجين من يد داعش احنا نعملهم مره ثانيه. بمراسيم خاصه، بمراسيم الناجيات البنات والولد بمراسيم خاصه يحضر رجال الدين يسوون تعميد مره ثانيه. No.